مفخرة حقيقة، ادوا العرب فرصة وادوا المستشار القانوني للنادي الأهلي الأستاذ محمد عثمان فرصة عشان يقول لنا حقائق الأمور. مساء الخير يا أستاذ محمد. إبراهيم مساء الخير على حضرتك والباشمهندس عدلي وكل مشاهدات الكرام. تحياتي وتحيات المهندس عدلي، وأنت الأيام دي الله يكون في عونك. ربنا يخليك وأهلا بيك وتحت أمرك. هتعيش موسما حافلا يا أستاذ محمد. إحنا معتادين على هذه المواسم الحافلة يا باشمهندس، وأهلا بيكم وتحت أمرك. طيب، الجزء الأول ما يتعلق بحكم المحكمة الاقتصادية بتعليق نظر قضية لافتة نادي القرن لمدة شهر. هو بس بداية أنا عايز أسأله سؤال. هي القضية دي مضمونة إيه؟ الأهلي كان عايز إيه من القضية دي؟ طيب، هي ببساطة شديدة هذه القضية بدأت بقرار للجنة القانونية بالنادي الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية بعد أن قام رئيس نادي الزمالك بتعليق يافطة على نادي الزمالك تضمنت عبارة نادي القرن الحقيقي. نادي القرن الحقيقي ثم أضيف لها نادي القرن الحقيقي لكرة القدم. خليني أوضح لحضرتك حاجة والناس تبقى فاهمها واضحة جدا عشان هذا الأمر بيثير اللبس لدى الجمهور. أفرق بين حاجتين، أفرق بين لقب نادي القرن، وهذا اللقب هو اللقب الذي تحصل عليه النادي الأهلي من الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرج، وتسلم هذه الجائزة الكابتن صالح سليم رحمة الله عليه. وبالتالي النادي الأهلي هو نادي القرن الإفريقي، ده أمر يعني غير قابل لا للمناقشة ولا للجدل ولا لأي شيء، والاتحاد الإفريقي بيخاطب النادي الأهلي بهذه الصفة، وكل الاتحادات الدولية والاتحاد الدولي الفيفا يخاطب الأهلي بهذه الصفة، ومن ثم صفة حصول النادي الأهلي على نادي القرن هذه مسألة منتهية وغير قابلة للنقاش. طيب، النادي الأهلي بعد ما حصل على اللقب عمل إيه؟ النادي الأهلي بعد ما حصل على هذا اللقب في سنة 2000 تقدم لإدارة العلامات التجارية لتسجيل كلمة نادي القرن كعلامة تجارية للنادي الأهلي. هذه العلامة التجارية النادي الأهلي بيقوم باستغلالها وبيقوم ببيعها، ومن ثم بعد سنتين من البحث بمعرفة إدارة العلامات التجارية تم تسجيل علامة تجارية يمتلكها النادي الأهلي لوضعها على عدد من المنتجات يبلغ أكثر من 52 منتج تحديدا. تفضل. بعد وضع مسمى نادي القرن الحقيقة على لافتة على أسوار أو على في محيط نادي الزمالك، اللجنة القانونية ارتأت أن هذا الأمر بيعتبر نوع من التعدي على عنصر من عناصر العلامة. باختصار كده، تعدي على الحقوق التجارية. بالضبط كده، ان ده يعتبر نوع من التعدي على الحقوق التجارية للنادي الأهلي. طيب، احنا في هذا الإطار اتخذنا هذا الإجراء، ثم في لجنة على أعلى مستوى، يا ريت حضرتك بس تركز معايا في هذه الجزئية، في لجنة على أعلى مستوى فني من قبل وزارة التجارة الخارجية والصناعة بنقطة الاتصال اللي هي شؤون حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا للقانون 82 لسنة 2002، ده قانون حماية الملكية الفكرية. هذه اللجنة فحصت كل التفاصيل وانتهت إلى أن النادي الأهلي مؤسسة، أهو يعني اللجنة قالت النادي الأهلي منشأة رياضية خاضعة لمديرية الشباب والرياضة، مركز النادي الأهلي بتمتلك العديد من العلامات التجارية ومنها العلامة التجارية النادي الأهلي نادي القرن تحت رقم 204449 على جميع خدمات الفئة 35 دون غيرها. وكذلك العلامات التجارية أيضا المملوكة للنادي الأهلي، النادي الأهلي نادي القرن تحت رقم 304555 على جميع الخدمات. وبالتالي احنا بنتحدث، أو اللجنة هكذا قالت، إن الأهلي يمتلك علامات تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه. نادي الزمالك على الجانب الآخر بتاريخ 5/7/2020 تقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية تحت مسمى نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم.
هذا الطلب تم تقديمه بتاريخ 5/7 في سنة 2020، وهذا الطلب تم رفضه. يعني سجل حضرتك عليا ان الجهة الإدارية المختصة فيما يخص الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك رفضت هذا الطلب. رفضت هذا الطلب ليه؟ لان في شرطين اساسيين لتسجيل اي علامه تجاريه. الاول ما يسمى الاطباقيه، يعني من تقدم الاول، والاهلي مسجل هذه العلامات من 2002، يعني من حوالي 20 سنه. الامر الثاني تقديم المستندات الداله على امتلاك العلامه او المسمى، او هي ما نسميها الصفه. بمعنى انا بقول ان فلان هو نادي القرن، يجب ان تتضمن الاوراق والمستندات وجود جهه رسميه مانحه. هذه الالقاب بتمنحها الاتحادات الرياضيه بضوابط معينه. عايز بس ايه عشان الخص للناس، اذا هناك شرطان، الاول الاسبقيه وهو اجراء شكلي، اذا قبل نخش في الموضوع اللي هو الثاني. مين اللي اداك ده؟ المستندات التي تدل على حصولك والجهه المنحه. المستندات الداله، الطلب اللي قدمه نادي الزمالك خلى من اي مستندات داله ومن ثم فان الجهه المختصه رفضت الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك التسجيل. اذا شكلا وموضوعا تم رفض الطلب. ومن ثم ان العلامه المسماه او الطلب اللي تحت نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكره القدم، هذا الطلب تم رابطه من قبل وزاره التموين، من قبل كله، من قبل وزاره التموين اللي هي الجهه اللي بتعتمد العلامه التجاريه. لان ايضا من ضمن الشروط، خلي بال حضرتك، عشان امنح مسمى او صفه او علامه تجاريه لشخص او كيان، هذه المساله بتستغرق فحص لا يقل عن سنة. يعني إنما في كل الأحوال يجوز لأي شخص أو أي كيان عايز يتقدم بطلب لتسجيل علامة، ما فيش ما يمنع أي حد ماشي عايز يتقدم، ما فيش ما يمنع لأي شخص أو جهة أن يتقدم بهذا الطلب. إنما هو العبرة الفحص أن لا يكون هناك كيان أو شخص آخر يمتلك هذه العلامة، لأن هذه المسألة برضو يا أستاذ إبراهيم باشمهندس عدلي مش مرتبطة بقوانين محلية. هذه المسألة أيضا مرتبطة بقوانين دولية بتحمي هذه العلامات، لأن العلامات التجارية دي مرتبطة بعيدا عن الشق الرياضي الخاص بالنادي الأهلي، أيضا مرتبط بالتجارة الدولية. يعني من ضمن الأمور أن يجب أن يكون البيان التجاري، لأن هذه العلامات بيتم وضعها على سلع تجارية وبيتم تداولها. فبالتالي علامة الأهلي بشكل قاطع المسألة منتهية، وبالتالي القضية اللي احنا رفعناها بنطالب فيها بتعويض. هو ما تمش التعدي على العلامة بشكل كامل، لكن هو اللجنة قالت ان عنصر من عناصر العلامة، التعدي تم على عنصر من عناصر العلامة. احنا بنرى ان هذه العلامة النادي الأهلي بيستغلها تجاريا، وفي كل عقودنا احنا بنبيع هذه العلامة التجارية، والنادي الأهلي له حقوق تجارية في هذا الشأن، وبالتالي وضع اللافتة وعليها هذا المسمى احنا بنرى ان احنا تضررنا من وضعها، لانها ممكن تثير خلط لدى الناس. لكن لا يوجد اي جهة رسمية تستطيع التعاقد مع اي كيان اخر غير النادي. اصلها واضحة يا محمد بيه، واضحة، لان هو لم يقم بتسويق هذا الامر في اي نشاط تجاري، فواضح انه مش هيقدر يستخدمه. ولكن القضيه كده ببساطه هي قضيه دفاع عن حقوق تجاريه لا علاقه لها باقرار امر تم اقراره واثباته من كل الجهات المعنيه فعشان ما حدش يلعب في المساحه دي، هي قضيه في حقوق تجاريه تم الاعتداء على عنصر من عناصرها يخص النادي الاهلي. مظبوط يا فندم؟ تقدير بالظبط زي ما حضرتك قلت، تقدير الضرر ده امر متروك امام المحكمه، والمحكمه القضيه علقت للشهر القادم. هذه الدعوه مستمره وما زالت منظوره امام المحكمه، وننتظر حكم المحكمه فيها فيما يخص التعويض عن هذه الاضرار.
التعليق ده من الناحية القانونية، إيه الفرق بينه وبين التأجيل؟ لا، هو التعليق ممكن أولا ده سلطة للمحكمة، في حال ما إذا كان هناك أي أوراق المحكمة ممكن تكلف أحد الخصوم بإجراء معين، ففي نوع المحكمة ترى إن هو ما تمش تنفيذه، في النهاية أمر سلطة تقديرية. والتعليق ده هو بيسمى في النهاية هو تعليق مؤقت أو وقف مؤقت، يتم بعدها استمرار تلك الدعوة بعد انتهاء مدة الشهر، وستستمر هذه الدعوة وننتظر القضاء يقول فيها كلمة. طيب إذا ما يصدر عن هذه المحكمة الاقتصادية في هذا الشأن هو أمر يخص هذا الحق في العلامة التجارية، حصول الأهلي على تعويض لا يعزز اللقب في حد ذاته، أو حصول الزمالك على حكم أو غيره لا يؤثر على القرار الرياضي اللي منح للأهلي من 20 سنة فاتوا بأنه الأهلي نادي القرن، وكانت الجهة المانحة صاحبة الحق الأصيل في ده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. على الإطلاق هذه القضية بشكل عام لا علاقة لها باللقب، اللقب ممنوح من جهة، هذه الجهة معتمدة دولية وفقا لضوابط، وهذا الأمر محتوم ومنتهي وغير قابل للنقاش عشان ما نرددش هذا الكلام. إحنا بنتكلم في تعدي على علامة تجارية إحنا بنسوقها والأهلي له فيها حقوق تجارية، إحنا ارتأينا أن محاولة اختلاس أو التعدي على هذا اللقب بهذه الصورة يضر بينا. الدليل إن الأهلي ليه بيبيع هذه الحقوق وسيستمر يبيع هذه لأنه يمتلك هذه العلامة، وإني مسألة تسجيل علامة مشابهة فشلت وستفشل، لأن تسجيل العلامات أيضا بيخضع للقانون المصري، لكن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تحمي هذه العلامات، لأن هذا الأمر مرتبط أيضا بالتجارة الدولية ومرتبط بالمنافسة. لا دي بحقوق كتيرة جدا. وبحقوق كتيرة جدا، لأن أنت عندك في مصر أنت عندك شركات عالمية بتمتلك علامات، لو تم العبث أو اختراق هذه المنظومة القانونية بصورة أو بأخرى أنت بتتكلم في تأثر لحركة التجارة الدولية. طيب دي قضية يعني نتمنى إن هي تكون واضحة للجميع بهذا الشكل. ما يخص امبارح برضو اعلن انه المحكمة الاقتصادية حددت جلسة 30 نوفمبر اعتقد لنظر دعوة اقيمت من الكابتن الخطيب والاستاذ محمد سراج وحضرتك وكابتن شوبير ضد مرتضى منصور امام المحكمة الاقتصادية، ايه التفاصيل فيها؟ دي قضية هذه القضية احدى القضايا اللي كان بيحققها مكتب النائب العام، هذا البلاغ تم تقديمه في سنة 20، وده واحد من البلاغات الثلاثة اللي كانت راحت لمجلس النواب، ومجلس النواب رفض رفع الحصانة بعد تولي الحصانة. ظهرت أدلة جديدة في هذه القضايا، ومن ثم استمرت هذه القضايا، وتم بجريمة سب وقصف باستعمال وسائل الاتصال والإزعاج عن طريق وسائل الاتصال، وهي جريمة من الجرائم اللي الحبس فيها وجوبي، وبتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية. طالما تم استخدام حساب أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو تليفون فهذه الجريمة بتختص بها المحكمة الاقتصادية. هذه القضية تم تحقيقها على مدى سنتين كاملتين، النيابة العامة بذلت جهود على أعلى مستوى تقني وفني فيها وصولا للفاعل، ودي كانت مداخلة في إحدى القنوات ثم أعيد نشرها على الصفحة الشخصية الموثقة للمشكوك حقه، ومن ثم تقرر تحديد جلسة 30 نوفمبر كمحاكمة جديدة لمرتضى منصور أمام المحكمة الدائرة الثانية في المحكمة الاقتصادية. القضية دي تقريبا دي مداخلة اتشتم فيها حوالي 15 أو 20 واحد، لكن اللي تقدم ببلاغات الأربعة الكابتن محمود الخطيب والكابتن أحمد شوبير والمهندس محمد سراج وشخص التواضع، فبالتالي هذه القضية محالة والمجني عليهم فيها إحنا الأربعة وننتظر إن شاء الله. ده تمام، حضرتك قدمت بلاغ للمهندس محمد سراج مش كده؟ محمد سراج احنا مقدمين له اكثر من 5 بلاغات، البلاغ القضية اللي اتحدد لها جلسة 30 ده بلاغ من سنتين. اما البلاغات الجديدة خلاص خدت طريقها في التوثيق والمعلومات ولدى النائب العام، لان تم التعدي على المهندس محمد سراج ايضا
بالسب وبعبارات غير لائقه خلال الايام القليله الفائته، فبالتالي كل شتيمه بيتعمل بيها قضيه، كل برنامج قضيه مستقله. القول انها قضايا متشابهه او هي نفس الموضوع، يعني هذا كلام عبث، والناس فاهمه والمستغلين بالقانون ان كل وقعه من هذه الوقائع تمثل جريمه مستقله تماما. طيب يقودني هذا الامر ان افكرك بيا بالمواقع التي تنسب اليه، وعلى فكره ملك وكتابه ايضا له موقع مش بتاعنا وممكن يتحط فيه اي حاجه يعني. والله انا كنت شفت حساب منسوب لحضرتك من كام يوم كده، وكان الكلام يعني مش دقيق، فانا كنت بتحدث مع اخي وصديقي وصديقك الاستاذ ابراهيم المنيسي، وقلت له مهم الباشمهندس عدلي هذا الحساب الذي يحمل اسمه زورا يجب ان يتقدم باجراء ضده. طب ما احنا عايزين نبتدي على طول. هو عمل لك توكيل على الهوا اهو. التوكيل عندي، انت ناسي ولا ايه؟ اه عندك توكيل صحيح. لا ما عنده التوكيل. طب خلاص تشرع بقى في تقديم البلاغ. من يوم السبت ان شاء الله انا اتقدم ببلاغ ضد الصفحه اللي بتنتحل اسم وصفحه وملك وكتابه. والبرنامج ملك وكتابه برضه نفس المشكله. حاضر تحت امرك ان شاء الله يتم انتهاء الفكره دي. ربنا قويك ربنا قويك. هل لديك اقوال اخرى سياده الافوكاتو؟ معاك مهاب بقى يعني. ما شاء الله يشيل شويه. ربنا يخليك يا باشمهندس، وتحياتي لحضرتك، ويا رب اكون وضحت الصوره لو في اي حاجه. لا سهله سهله، وانت وضحتها بشكل بسيط جدا وقانوني تماما. هي دعوه تجاريه لاستخدام حقوق ليست من حق احد ان يستخدمها. شكرا جزيلا للمحامي الكبير الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي. واعتقد كان مهم جدا الفصل ما بين النزاع اللي على علامه تجاريه واصل القضيه نفسها في جداره الاهلي بنادي القرن. لا جداره، هم مش جايين ناحيه دي يا استاذ ابراهيم.